هذه حياتي قبل عامين، كنت نعيش في واحد لغوتين يوم يتعاود كل يوم، وكان حلمي نولي يوتيوبر ونروج للسياحة في بلادنا الجزائر. بالصح كل ما نقول غدوة نبدأ يدخلني توسواس في راسي، نقول لا لا ماشي دوكا، مازال ما عنديش الماتريال، عندي جوست التليفون تاعي، ونبدا نلقى في السبايب اللي ما يخلصوش. جاز عام وانا نقول نفس الكلمة، غدوة نبدا. الصح اليوم قررت نبدا وفتحت قناة في اليوتيوب، عندي غاف لازم نحققه، الغاف ما يجينيش لباب الدار، لازم أنا نحرك روحي حتى نحقق الحلم تاعي. وحبيت نزور 48 ولاية ونديكوفري بزاف بلايص شابين، حتى نتوما تديكوفريو معايا بيان سور بالعدسة تاعي. نوريلكم شوية فيديوهات نشرتهم على قناتي، ومازال القائمة طويلة إن شاء الله. خرجت من الدوامة هذيك وبديت نعيش ليزافونتور اللي نحبهم. تعبت وتنقلت من بلاصة لبلاصة، من ولاية لولاية، باش نحقق الحلم نتاعي. بديت من بجاية، قسنطينة، جيجل، عين تيموشند، وما زال إن شاء الله 48 ولاية راني جياتكم. والحمد لله اليوم بعد عام تصوير ومونتاج الناس بدات تتفاعل معايا وعجبهم المحتوى تاعي. انت ولا انتي عندك حلم؟ ابدا، اليوم خير من غدوة، ابدا. يسوفي جوست يكون عندك إرادة وفكرة وإنترنت.